أعتقد أن جوهر المشكلة في عدم تحديد الفاعل أو المجرم أو الإرهابي أو من يعرقل كل هذه الجهود السلام، هي هذه اللغة الرمادية التي تنتهجها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، هو ما شجع الميليشيا الحوثية لارتكاب المزيد من الجرائم ولتعنتها ورفضها لكل جهود السلام. وأعتقد أن لو أن هناك وضوح في التعامل مع الميليشيا الحوثية والتعامل معها وفقا لما تقتضيه المصلحة والحقيقة والواقع، ربما كنا وصلنا إلى طريقة. هذه أنا في اعتقادي أو أعتبرها مشاركة في الجرم أو تواطؤ مع المجرم بأن يوصف على غير حقيقته. المفترض أن الأمم المتحدة يجب أن توصف الميليشيا الحوثية بحقيقتها كجماعة إرهابية، كجهة مرتكبة لكل هذه الجرائم الإنسانية والجرائم جرائم الحرب بحق المدنيين، حتى يتعامل معها العالم بصورة حقيقية. لكن هذه اللغة تذر الرماد في عيون المجتمع الدولي وتضلل الحقائق وتقدم الميليشيا الحوثية على اعتبار أنها طرف سياسي ليست جماعة إرهابية. الملاحظ أستاذ رماح أنها إرهابية. نعم، الملاحظ أيضا من الجهات الأممية والدولية أنها يعني تكتب التقارير بعد وقوع المآسي، يعني بعد وقوع ضحايا نتيجة الألغام والمتفجرات، ولكن أين هي قبل وقوع يعني قبل وقوع الجريمة؟ أين هي من إنقاذ يعني بقية المواطنين خصوصا في المناطق التي زرعتها الميليشيا بالألغام؟ المشكلة أخي العزيز أن الميليشيا الحوثية بما يخص الألغام أو الأمم المتحدة أقصد بما يخص الألغام، مؤسف أن هناك دور سلبي جدا، ولا سيما أنه وصل إلى مرحلة الدعم. هناك ما يقارب 76، هناك أحد التقارير التي تحدثت مؤخرا عن دعم قدم من قبل الأمم المتحدة للميليشيا الحوثية. تخيل أنه قدم أن هذا الدعم قدم للميليشيا الحوثية على اعتبار أنه دعما لنزع الألغام، بينما هي من تزرع الألغام. الأرقام تتحدث عن ما يقارب حوالي 100 و أو أقصد 76 أو 76 أو 67 مليون دولار قدم خلال من عام 2016 لعام 2022. هذه قدمت مبالغ دعما للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى 400 سيارة قدمت من قبل الأمم المتحدة، بينها حوالي 20 سيارة دفع رباعي قدمت للميليشيا الحوثية تحت مسمى أو بند نزع الألغام. يعني إذا كانت هذه الميليشيا الحوثية تنزع الألغام، فمن يزرع الألغام؟ فأعتقد أن هناك مغالطة حقيقية يعني مجافية للواقع، وأعتقد أن الوضع يتطلب من الأمم المتحدة أن تراجع سياستها مع الميليشيا الحوثية، لأن المجتمع اليمني يعرف والجميع يعرف أن الجيش الوطني والحكومة الشرعية والقوات المشتركة وكل ألوية وقوات والدعم والمساندة لا تزرع الألغام أو تستخدم الألغام. الوحيد في اليمن من يستخدم الألغام ويزرعها هي الميليشيا الحوثية، لا يوجد طرف آخر يستخدم هذه الألغام.